The log is being towed by two tractors A and B. Determine the magnitude of the two towing forces FA and FB if it is required that the resultant force have a magnitude FR ب10 كيلو نيوتن بيقول and be directed along x axis. وقال لي الثيتا 15 درجة. طيب تعالوا كده نشوف، هنرسم المثلث اللي هنحله ازاي، اللي هو واحد من المثلثين اللي موجودين في الباراليلوجرام. خدنا اف اي 30 درجة في محور الاكس زي ما احنا شايفين، ومن نهايتها رسمنا الاف بي ب15 درجة ميلة عن الافق. كنا ممكن رسمنا الاف بي الاول وبعدين اف بي كده اهو، وبعدين اف اي بالمنظر ده، فكان طلع لنا المثلث من تحت. نفس الشيء تحل ده او ده نفس الشيء، مش هيفرق معانا. عندنا زاويتين وضلع، استخدم على طول قانون الساين، لو ضلعين وزاوية بينهم كوساين، ضلعين وزاوية أخرى غير اللي بينهم يبقى ساين، ضلع وزاوية ضلع وزاويتين يبقى قانون الساين على طول. هقول كده اف اي على ساين الزاوية اللي تقابله اللي هي 15 درجة، اف بي على ساين الزاوية اللي تقابله اللي هي 30 درجة، اف ار اللي هي 10 على ساين الباقي ده، دول 45 يبقى دي 135 بقيت 180. لما نيجي نحل ده مع ده وده مع ده، ما تحلش ده مع ده، يعني ما تطلعش واحد تستخدمه عشان تجيب الثاني، اللي ممكن الاول يطلع غلط. تقول الاف اي مع الاخير ده والاف بي برضو مع الاخر، الاف ار اللي هي 10 تقسيم ساين 135 طلع 10 جذر 2، يبقى 10 جذر 2 الحتة دي في ساين 15 طلع الاف اي 3.66 كيلو نيوتن، و10 جذر 2 اللي هي الحتة دي ضرب ساين 30 طلع 7.07 طبعا الوحدة كيلو نيوتن زي الـ FR. ونقول كده دي هي الإجابات المطلوبة، بس عايز الماجنتيودز بتاعتها مش أكتر من كده. هبقى ماجنتيود، فهو طالب ديتيرمن ذا ماجنتيود أوف ذا تو فورسز. طبعا الميول بتاعتهم معروفة، ده 15 على محور الإكس ميل، وده 30 درجة، طبعا الباقي ده يبقى 165 بيت 180، لكن ده 30 درجة مع البوزيتيف إكس أكسس، ده هيبقى 165 لو طلبها، لكن هو طالب بس الماجنتيودز، يبقى كده خلصنا السؤال.